بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس ابتدائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله معانا باراجرافز يونت 1 عن ذا ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري، والآيس كريم اللي هو الجيلاتي. زي ما احنا عارفين ان الباراجراف عندنا of 7 sentences، يعني من 7 جمل. ولكن البداية معانا لذكر اللهم صل، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا السؤال بيجي لي في الامتحان اللي هو السؤال نمبر 6، السؤال السادس، write a paragraph of 7 sentences about. طبعا ده السؤال او شكل السؤال في ورقة الامتحان. السؤال السادس، write a paragraph of 7 sentences about. for example لو جالي ice cream، عن الايس كريم. طبعا انا بكتب 7 جمل، ولكن ياريت يفضل ان انا بزود جملة. طب احنا مين يفكرني كده وقول لي how to write a paragraph؟ وعندنا في حلقة على القناة بتعلمنا ازاي نكتب باراجراف بالنسبة لمرحلة ابتدائي. طبعا ده الايس كريم، انا ما عادش بيجيلي البيكتشر الصورة، ولكن بيجيلي الوردز الكلمات فقط وانا بنكون الباراجراف بتاعي. طبعا لو جينا نشوف ازاي بنسق الباراجراف في ورقة الامتحان، طبعا بنسيب مسافة كلمة في بداية سنتنس نمبر 1، يعني الجملة الاولى قبل ما اكتبها بسيب مسافة كلمة، وبعدين بنبدأ الجملة بتاعتي بحرف كابيتال، ويبقى في النهاية بنحط فول ستوب اللي هي النقطة، وبعدين بنكتب الجمل بتاعتي. الجملة التانية ببدأها برضو بحرف كابيتال، وبتكون الجمل متواصلة، يعني مكان محطة النقطة ببدأ الجملة اللي وراها. يبقى بالنسبة لكتابة الباراجراف بنبدأ بحرف كابيتال، بنحط في نهاية الجملة فلوستوب، بنبدأ الجملة التانية مباشرة بعد الفلوستوب، وبعدين بنحط برضو فلوستوب في نهاية الجملة التانية، وهكذا لحد ما نكتب الباراجراف بتاعي جمل متواصلة. لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا عن الآيس كريم، I like ice cream. طبعا احنا مفروض نكتب مطلوب مننا نكتب 7 sentences، انا عايزاهم جمل easy، سهلة جدا، not difficult، مش صعبة، على الأقل فاعل، فعل مفعول، يعني subject verb object، يعني جملة بسيطة وسهلة. فلو جينا نطبق الكلام ده على الآيس كريم، I like ice cream، انا بحب الايس كريم، دي جملة. It's cold، معروف ان الايس كريم ده بيبقى بارد او برد. I eat ice cream every day، انا باكله كل يوم. I eat it at home، انا باكله في المنزل. I like ice cream with vanilla، بحبه بالفانيليا. I like ice cream with mango too، بحبه بالمانجا ايضا. My family like ice cream، أسرتي بتحب الآيس كريم. Really it's delicious، ممكن أقول really it's delicious، yes delicious، أو ممكن أقول really it's yummy، yummy يعني لذيذ، ممكن أقول yummy or delicious، الاتنين سهلين. ممكن أقول it's nice يعني بيبقى حلو، it's good يعني حلو، حاجة كويسة برضو. يبقى لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا تاني، I like ice cream. I like ice cream. I want you to repeat it after me. عايزاكوا ترددوا ورايا. I like ice cream. It's cold. It's cold. I eat ice cream every day. I eat ice cream every day. I eat it at home. I eat it at home. I like ice cream with vanilla. I like ice cream with vanilla. I like ice cream with mango too. I like ice cream with mango too. My family like ice cream. My family like ice cream. Really it's delicious. Really it's delicious. أو ممكن نقول really it's yummy. Really it's yummy. طبعا ده بالنسبة لباراجراف الآيس كريم. طب لو جالي باراجراف عن ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري،
the Egyptian museum. again the Egyptian museum يعني المتحف المصري. طبعا عايزين نكتب عنه 7 جمل يعني 7 sentences. لو جينا نشوف الباراجراف والباراجراف اللي معانا عن المتحف ممكن ينفع لأي مكان يعني أي مكان. for example ممكن أقول the Egyptian museum for example, ممكن أقول the pyramids الأهرامات, ممكن أقول a visit to Alexandria زيارة للإسكندرية. أي مكان ممكن أعمل نفس السنتنسز فيه وبيعودني إن أنا بكتب باراجراف easy جدا وسهل وبسيط ونوت difficult. وطبعا الفورم بتاع البليس او شكل الباراجراف بتاع البليس اللي معانا ممكن ينطبق على اي مكان. طبعا زي ما احنا قلنا بنسيب مسافة كلمة في بداية الباراجراف ونبدأ الباراجراف بتاعي بحرف الكابيتال وبنحط فول ستوب وبراعي وانا بكتب الباراجراف بتاعي ان بسيب مسافة بين كل كلمة والتانية, ما شبكش الكلمات في بعضها عشان اللي بيصحح يعرف ان انا فاهم وعارف ان دي كلمة for example I واللي بعدها went واللي بعدها to, يبقى بنسيب مسافة بين كل كلمة والتانية وفي نهاية الجملة بنحط فول ستوب. ومكان ما حطيت الفول ستوب بنبدأ الجملة التالية. I went to the Egyptian museum. I went to the Egyptian museum. I went there last week. I went there last week. I went there with my family. I went there with my family. I went there by car. I went there by car. I took my food and juice. I took my food and juice. I took photos. I took photos. We saw the mummy rooms there. We saw the mummy rooms there. Really, it was a nice day. طبعا لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا I went to the Egyptian museum. طبعا Egyptian museum حروفه كابيتال لانه مكان مشهور والاماكن المشهورة بنكتبها بحروف كابيتال, فراعي وانا بكتب ال Egyptian museum ان انا بعمل ايه Egyptian capital و museum capital حتى لو جات لي في علامات الترقيم. I went to the Egyptian museum. انا ذهبت للمتحف المصري. I went there last week. ذهبنا الأسبوع الماضي. I went there with my family. ذهبنا مع أو ذهبت مع أسرتي. I went there by car. ذهبت بالسيارة. I took my food. أخذت معايا الطعام بتاعي. And juice. والعصير. طبعا لما بنكون رايحين رحلة بناخد الإيه؟ الطعام والعصير. I took photos. والتقطت صور. We saw the mummy rooms there. طبعا لما نروح المتحف شاهد هناك الإيه؟ الحجرات المومياء. Mummy rooms. Really it was a nice day. حقا كان يوم لطيف. يبقى again I went to the Egyptian museum. I went there last week. I went to the Egyptian museum. I went there last week. I went there with my family. I went there with my family. I went there by car. I went there by car. I took my food and juice. I took my food and juice. I took photos. I took photos. يعني التقطت صور. We saw the mummy rooms there. We saw the mummy rooms there. Really it was a nice day. Really it was a nice day. طبعا ممكن ده نعمله على اي ايه باراجراف خاص بالاماكن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة طائعة لك, تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم ارح البال وسهل الحال. والسلام عليكم ورحمة الله.